عالم مجنون وموريس عالم مجنون ماد ساينتست عالم مجنون اختراعات بقى وحاجات بتفرقع ومش عارف ايه والكلام ده, والمساعد الغريب بتاعه المريب كده شويه. ريس عايزين نخلص الاختراع ده في اقصر وقت سرعه يا ريس بعد اذنك. هات لي جين في. اجيب لك ايه؟ جين في. انت نسيت نفسك, انت مش عارف انا مين. اختيار جديد. ما سمعتش كويس بعد اذنك. احساس جديد. ريس انا حاسس ان الاختراع ده هيفرقع فينا دلوقتي, يعني انا مش كويس. انا عمري اختراعاتي فشلت؟ انت انا عمري نظرتي الثاقبه فشلت؟ انا فنان. اختيار جديد. انا ايه؟ انا مجنون لكني عاقل. اختيار جديد. انا حاسس ان انا مش شايفك كويس. اختيار جديد. انا مبهر. هعالج الذره. برافو. هعالج الذره ذات نفسها, لانه الذره يا قلت لي اسمك ايه؟ محمود عبد السلام محمود. محمود عبد السلام محمود. الذرة يا صاحبها حاجتين, علي علوكها وأشرف كوخة, دي المسميات اللي أنا مسميها ليه الناتج جي والناتج في, لأن هما لما بيجتمعوا مع بعض ممكن تيجي مين شوية عشان أشوفك كويس. أوكي. هما لما بيجتمعوا مع بعض, يا أنت ليه بتتحرك؟ لما بيجتمعوا مع بعض بيعملوا فجوة زمنية كونية ترجعنا للمخلوق الإنساني الطبيعي الجديد. وهنا بقى هنا هيبقى أعظم اختراع في الدنيا. أعظم اختراع. أنت مخترع عظيم رئيس. سقف لي. هديك الحالة تاني تسقف لي. أجين. فاهم. أوكي. ممكن تبص لي؟ ما أنا بصص لك يا حبيبي. أصلاً؟ أوكي. وهنا يبقى أعظم اختراع في الدنيا. حسين اختيار جديد بإحساس جديد. رئيس أنا حاسس بأنه حاسس ما بقيتش ممكن تسيبني. أول أنا حاسس بإيه؟ أنا ما بقيتش قادر أكمل في المهنة بتاعتنا دي. أنا كل ما واحدة بتعرف إن أنا شغال معاك بتسيبني وتمشي. أند سين. حلو. برافو. مش هايل قوي. لا مش هايل قوي عشان قافش على موريس. هو حسام أصلا قبل ما أخش تحس ان هو اداني مديتيشن كده, اللي هو وهداني. فهو انا مبسوط ان انا كنت معاه, ده حظي النهارده ان انا كنت معاه. يعني السيناريو بتاع اليوم مخليني حاسس ان انا همشي في عصر. صلح غلطته بتاعه ان هو اتاخر جد. شويه لان الواد بصراحه الواد كمان عنده شكل جسدي يخليه مميز جدا. هو طيب. طيب انا عايز اضيف بس ان احنا محتاجين ندي بوينتس كمان لحسام انه ما حاولش يخطأ. لا الدنيا شغاله يعني فضل يعني عايز بس فعلا ما فيش مساحه الحقيقه.